عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لكن الصوفي بتم عليك الآية أحالة وتمها شنو؟ فلا يظهر كذا انت مانع فلا يظهر خدت لي خط حيث يظهر دي يظهر خدت لي خط على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول خد خط حيث رسول. طيب فلا يظهر يظهر الإظهار يعني الإعلان والإظهار صحيح؟ طيب الغيب لمن يبقى ظاهر يسمى غيب؟ إذن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه عالم الغيب وغيبه كان غيبا لكن لما ربنا أظهر بقى شنو؟ بقى ظاهر بقى ما غيب لأن الغيب هو كل ما غاب عنك ما غاب عنك ذا الغيب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أتى لأنه وعد ورى منه للرسل قال يظهر ما قال تاني اسمه غيب وده زي شنو ذاته؟ علم ما يحدث في يوم القيامة علم القبر نعيم والعذاب في القبر ونعيم الجنة وعذاب النار وعلامات الساعة إلى آخره ده ربنا أظهره للرسل ولا ما أظهره؟ أظهره والرسل ورونا له ولا ما ورونا؟ ورونا يبقى ما معنى ذا بقى علم غيب لأن الرسل ورونا له فلم يكن غيبا لكن قبيل كان شنو؟ كان غيب قبل ما ربنا يظهر. اثنين ربنا علموا لمنود ذات للرسل ما للبرعي ولا غيره ولا غيره للرسل والرسل كلمونا ورونا عشان كده قالت من زعم ان محمدا كتم شيئا من الرساله فقد شنو؟ فقد اعظم على الله الفريه وربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالنبي صلى الله عليه وسلم ورانا واخبرنا بالذي علمه الله اياه مما كان غيبا مما كان يا جماعه غيبا زي علامات الساعه ونعيم الجنه وعذاب الاخره وعذاب القبر ونعيم القبر والى اخره ده الموضوع كله ده كل الموضوع طيب بعدين لو قلنا هو ذاته علم غيب وزي ما هم بيقولوا الله قال رسول بس الرسول بس ما في ولي ما في قال رسول بس الرسول معروف قال رسول بس صحيح ولا ما صحيح يبقى الجوطه بتاعت ان اوليانا بيعلموا الغيب الدليل فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول شيخك رسول لا انت ده اذا كان ذاته قلنا له المقصود انه بكره اللي بيحصل شنو ويجيب الرايحه اللي بيقولوا ده الجماعه دي ذاته صحيح ولا ما صحيح